طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي، احنا النهاردة هنشتغل مع مهم جدا. الناس نقفل المايك للناس عشان الصوت خلص، وهنشوف القوانين الحركة الثلاثة، سواء كان الحركة الرأسية، تمام، بنشتغلها. هنلاقي قدام منك كده بالظبط الشكل ده كده، طب بيكون ظاهر كده. بيقول لي ايه بقى يعني ايه حركة رأسية يا شباب؟ حركة رأسية يا اما يكون عندي جسم نازل بالشكل ده كده، تمام، او جسم صاعد. ادي معنى كلمة الحركة الرأسية. وجسم صاعد او هابط ده بيكون له قوانين معينة، ده بيبقى له ايه؟ قوانين معينة. اولا، الحركة الرأسية دي ترتبط بحاجة اسمها عجلة الجاذبية الأرضية. عجلة الجاذبية الايه؟ الأرضية. طيب تعال نشوف هنا، بيقول لي يلاحظ الإنسان منذ القدم أنه لو ترك أي جسم في الهواء فإنه يسقط رأسيا نحو الأرض لأسفل. يعني أي حاجة في إيدك، كورة، معلقة، كوباية، لو سبتها بإيدك نزلت إيه؟ نحو الأرض. ولاحظوا أيضا إن سرعة الجسم دي بتزداد أثناء سقوطه، يعني كلما اقترب من الأرض كلما زادت سرعته، وتبلغ مداها يعني أقصى حاجة ممكن توصلها لما تكون قرب الأرض أوي، تمام. وبدأوا الناس والعلماء يحسبوا عجلة الأجسام الساقطة في مكان ما، ولوحظ أنها ثابتة عند نفس المكان، وتختلف قليلا باختلاف خط العرض للإيه؟ خط العرض للأرض، تمام. يعني خطوط العرض يعني إيه؟ يعني لما تكون على خط الاستواء، تمام، غير ما تكون ناحية القطب الشمالي او القطب الايه؟ الجنوبي. فتقل عند خط الاستواء تبقى قليلة، وتزداد قليلا كلما اتجهت القطب الشمالي والقطب الجنوبي. كل ما رحت الكرة الارضية من فوق او الكرة الارضية من اسفل، تلاقي عجلة الجاذبية دي مالها؟ تزداد. كل ما وصلت لغاية خط الاستواء تلاقي عجلة الجاذبية بتقل، كذلك تنقص كلما ارتفعنا عن سطح الارض. فوق مستوى الارض بتقل، وطبعا هي تفضل تقل تقل طول ما انت بتبعد عن الكرة الارضية الى ان تصل الى الفراغ المحيط بها او الفضاء، بتبقى تنعدم خالص عجلة الجاذبية الارضية وما بقاش لها تأثير. وقد سميت هذه العجلة بعجلة التثاقل. عجلة الجاذبية الارضية دي بقى سموها عجلة التثاقل، برمز لها بالرمز ده، وبتساوي قيمتين. يا اما نقول 980، اكتبها عندك من فضلك، 980 سنتيمتر كل ثانية تربيع، او 9.8 متر لكل ايه؟ لكل ثانية تربيع. طيب وبعدين هنعمل قوانين الحركة الثلاثة اللي احنا اخدناهم الاسبوع اللي فات، اللي هي بيقول باعتبار على ان الجاذبية الارضية ثابتة، وهي مش ليست ثابتة زي ما احنا قرينا بعد قبل كده، ولكن احنا هنعتبرها ثابتة، وهي مقدار الزيادة في السرعة كل ثانية اثناء السقوط، وانه يمكن تطبيق العلاقات السابقة للحركة بعجلة منتظمة على الحركة تحت تأثير الجاذبية الارضية. قوانين الحركة الثلاثة اهم، لو تفتكر معايا كان الاولاني بيساوي عين بتساوي عين صفر زائد او ناقص جيم نون، شلنا جيم لعجلة الحركة وحطينا دال. نكتب القانون ده تاني، والقانون التاني فيه بتساوي عين صفر نون زائد او ناقص نص دال نون تربيع، وعين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد او ناقص اتنين دال فيه. انت ليه بتقول في القوانين دي زائد او ناقص مع ان الكتاب كتبها زائد؟ هستخدم القوانين دي وانت عندك حركتين من الجسم، عندك حركتين للجسم، يا اما حركة رأسية لأعلى يا اما حركة رأسية لأسفل، تمام. اي جسم لقيت حركته الاعلى
تدي له سالب في القانون، سالب في القانون. اي جسم حركته رأسيا لأسفل هتدي له موجب في القانون. واحد كده رؤية، يبقى اي سالب، اي جسم صاعد لأعلى بياخد سالب في القانون التلاتة. اتمنى ان كنت تكون خلصتوا كتابة القوانين. واي جسم نازل بديله اجابة موجبة في القانون. هرفع المايك واللي عنده سؤال بسرعة لو سمحتم. اللي عنده سؤال تمام يا مستر، الحمد لله تمام كده يا شيخ. تمام، ما فيهاش حاجة سهلة. طيب نكمل، اكمل بس رجاء محدش يفتح المايك عشان مضطرش كل شوية اروح للصفحة اللي بتقفل منها المايك وارجع تاني. خلينا كلنا ملتزمين، وانا كده كده بخلص المعلومة، انا عارف نفسي بخلص المعلومة بقول اللي عنده سؤال. فخلينا ايه، خلينا كده بلاش كل شوية نطلع ونقفل انا المايك. احسب لك المايك مفتوح بس ارجوك ما تفتحوش. نيجي بقى ملاحظات مهمة جدا. بيقول لي ايه، بيقول لي خلي بالك انت اثناء الحركة لأعلى ده كده زي ما انت شايف السهم ده، بتكون العجلة تقصيرية او تناقصية اذا كان الجسم مكذوفا لايه، لأعلى. حط تحت منها خط، ايوه حط تحت منها خط اهو، صعد لأعلى، صعد لأعلى، يبقى انا هاخد دال دي بنقص في القانون. طيب ادي معلومة. المعلومة التانية، اي جسم انت بترميه لفوق لما يوصل لاقصى ارتفاع له عشان يرجع تاني للارض بتبقى سرعته النهائية بصفر. اي جسم رميته لفوق كده لازم يقف للحظيا لحظة وبعد كده يبتدي ايه، السكوت تاني للجسم، فبناخده سرعته النهائية بكام، بصفر. ده اذا كان وصل لاقصى ارتفاع. يعني ممكن اكتبها ازاي كده مستر المعلومة دي، عند اقصى ارتفاع السرعة النهائية بتساوي صفر، اللي هي عين. اكتبها كده، عند اقصى ارتفاع السرعة النهائية بتساوي صفر، يعني عين بتساوي صفر. طيب عند قذف الجسم رأسيا الى اعلى من اسفل لاعلى، فان الجسم يمر بنقطة القذف سواء كان صاعدا او هابطا في خط مستقيم. سرعة الجسم عند اي نقطة وهو صاعد تساوي سرعة الجسم وهو هابط عند نفس النقطة. بمعنى انا رميت جسم كده صاعد لاعلى خلاص تمام، وعندي نقطة هنا اسمها ألف تمام، المعلومة دي بتقول ايه، بتقول ان السرعة عند ألف وانا طالع هتساوي السرعة عند ألف وانا ايه، وانا نازل. فهو هابط عند ايه، نفس النقطة مقدارا كمقدار ولكنها ايه، عكس الاتجاه، لان ده صاعد والتاني ايه، هابط. طيب نقطة خمسة دي اللي احنا معلمين عليها، بيقول لي اذا قذف الجسم رأسيا الى اعلى، مهم، ايوه مهم معلومة، فان زمن الصعود الى اقصى ارتفاع، خلي بالك المعلومة ايه، اقصى ارتفاع ونقطة القذف يكون مساويا لزمن الهبوط من نقطة اقصى ارتفاع على نقطة القذف. بمعنى رميت كرة الاعلى طلعت 2 متر تمام، وهي نازلة ال 2 متر دول زمن الصعود يساوي زمن الهبوط. طب رميتها ال 10 متر ارميها ال 100 متر، يبقى الزمن اللي طلعته دي لغاية ما اقصى ارتفاع هيساوي زمن الهبوط ال 100 متر لنقطة القذف، نقطة البداية اللي انت حذفتها منها يعني. وكذلك سرعة الجسم التي يصل بها الى نقطة القذف تكون مساوية لسرعة القذف مضادة لها في الاتجاه. السرعة اللي انت بديت بها الجسم حركة تكون بتساوي السرعة اللي هترجع بيها ولكن عكس ايه، عكس الاتجاه. اي سؤال؟ نكمل، نبتدي في المسائل بقى. اول قانون عندك عين بتساوي عين صفر زائد او ناقص دال نون، صح؟ عجلة الجاذبية اما 9.8 من عشرة متر كل ثانية تربيع او
980 سنتيمتر كل سنة تربيع حسب ما انت عايز في المسألة تمشي. انت حر، انت حر زي ما انت عايز، الا اذا هو طلب وقال لي انا عايزك بتشتغل بالمتر. طيب لما يسقط جسم اكتب المحفوظ اللي فيه عندك، اذا سقط جسم فان عين صفر بتساوي صفر، السرعة الابتدائية تساوي صفر. لما يذكر كلمة ايه؟ سقط. ممكن تكتبها ملحوظة بعد اذنك، اكتبها ملحوظة، اذا سقط جسم فان عين صفر بتساوي صفر. ويكون القانون ده لو دي بصفر، لو دي هتساوي صفر، يبقى عين بتساوي دال عجلة الجاذبية الأرضية، أي واحدة في دول، أي واحدة في دول في نون اللي هيديها لي. وهو لما الراجل يجي سؤال يقول لي إيه صفر حركة جسم يسقط، يسقط يعني صفر بصفر رأسيا، طب يسقط لأسفل ولا لأعلى؟ يسقط لأسفل، وتكون عجلة الجاذبية الأرضية موجبة. خلاص. وكم تكون سرعتي بعد 5 ثواني؟ يبقى اعطيني الزمن اهو، وعاوز سرعة بس كده مستر، يعني هو يديني الزمن بس واطلب سرعة. اه طبعا. ليه؟ ان ده عجلة الجاذبية الأرضية عندك بكام؟ ب 980 سنتيمتر كل ثانية اهو. استخدم هذا القانون، عين بتساوي د في نون، دال ادي عجلة الجاذبية الأرضية، يبقى هو شغال بالايه؟ بالسنتيمتر. واحد يقول لي مستر انا عايز اخدها بتسعة وتمانية من عشرة. خلاص يا حبيبي خدها بتسعة وتمانية من عشرة وتطلع لك 49 متر لكل ايه؟ لكل ثانية، لان دي سرعة ودي عجلة لكل ثانية تربيع. حد له سؤال في المسألة دي؟ شباب بس معانا ولا ايه؟ تمام يا مستر معاك. عايز بس واحد بس تمام يرد عليا. احس ان الدنيا ايه ماشيه معايا واحده واحده، ايه قبل ما اخش في الغميق بتاع المسائل، يعني الناس تبقى معايا ولا سايبه الموبايل وخلاص وكده؟ لا ما حضرتك. لا تمام. طب الحمد لله. نعم يا سعيد. هو نسيب حضرتك بكتر خيرك يعني. حبيبي حبيبي. سيد عبد العزيز رافع ايدك، عايز حاجه؟ سيد رافع ايدك. طيب هكمل خلاص لغايه كده، لغايه كده ايه الموضوع يعني سهل وعرفنا انت تقصد ايه بالكلام ده كله. طيب نيجي بقى نخش هنا، يجي الراجل يقول لي ايه، خد لو سمحت مع المعلومه دي عندك، واخد بالك، واكتب اذا سقط الجسم يعني ها يبقى عين صفر بصفر في الحركه الرئيسيه. انت بتتكلم حركه رئيسيه يعني ايه؟ يعني جسم كوره، كوره بتتحرك حركه رئيسيه بالشكل ده كده، يا اما نازله يا اما طالعه، ادي معناها الحركه الرئيسيه. طيب هو لما يجي يبتدي بالسؤال ويقول لي سقط جسم، اعطاني معلومه. ايوه يا فندم، اعطاك معلومه اهي، اعطاك معلومه ببلاش. اول ما يقول لك سقط جسم يعني عين صفر بصفر من ارتفاع في مسافه، اكتب كده بياناتي على جنب. ممكن الناس تكتب البيانات، البيانات دي عين صفر بصفر وارتفاع في نحو سطح الارض، فما هي سرعة الجسم بعد ثانية واحدة من لحظة سكوته؟ حد يعرف يجيبها دي؟ عندك القوانين التلاتة كتبتهم؟ كتبتوا القوانين التلاتة صح؟ كاتبين القوانين التلاتة يا شباب؟ ايوه يا مستر. كاتبين القوانين التلاتة؟ ايوه يا مستر. ايوه تمام. طيب انت انا بدي لك هو عين صفر بصفر، واعطي لك الارتفاع 78.4 واعطي لك الزمن ثانيه واحده، وانا عاوز عين تعرف تحلها وتقول لي السرعه بقد كده. تمام يا بس. يلا اتفضل حلهم، يلا معايا نفسيكم.
اول قانون هستخدمه قانون ف بتساوي عين صفر نون زائد نص ده النون تربيع. لا بس ودي هتجيب منها ايه دي؟ انا عايز السرعه، انا عايز السرعه التربيع. هنجيبها مثلا قانون العين يساوي عين صفر زائد النون. قولي تاني القانون. العين بتساوي عين صفر زائد النون. عين اهو عين بتساوي عين صفر زائد ده النون لانه سقطه مش كده؟ وعين صفر بكام؟ هنجيب السرعه بصفر. عين صفر بصفر. وعندك العجله عجله الجاذبيه ب 9.8 وعندك الزمن بواحد ب 9.8 متر ثانيه. ها؟ وهي سرعة الجسم بعد ثانية واحدة. انتوا ليه بقى دخلتوا على فيه والكلام ده؟ اتكعبلتوا ليه؟ عشان ذاكر فيه في المسافة. هنجيب فيه بعد ثانية. ما هو ما انا ممكن ادي لك معطيات يا سعيد. انا ممكن ادي لك معطيات ياما. بس انا في اول مسألة حلتها قلت انا عايز السرعة بعد 5 ثواني. لو تفتكر. قلنا عين بتساوي ده النور. طيب. خد بالك بقى هو عطي لك المسافة ليه؟ خد بالك هو عطي لك المسافة ليه؟ بيقول لك ايه؟ ومتى يصل الجسم الى سطح الارض؟ وما هي سرعته عند اذن؟ يبقى عايز ايه بقى؟ ومتى يعني ايه متى؟ عايز ايه؟ الزمن. زمن. متى الزمن. وما هي سرعته؟ وما هي ايه؟ سرعته. فكروا شوية كده. عايز زمن. وعايز سرعته امتى؟ ها لما يصل عند السطح. ولا ايه رايك لما يصل عند السطح؟ قانون اللي هو المسافه اللي وعندي ايه بتساوي اتفضلي انا عندي مسافه فهستخدم قانون اللي هو بيقول الفا بتساوي عن صفر نون زائد نص ده النون تربيع. انت مركزه هو عاطلنا ايه بالظبط؟ المسافه دي المسافه والسرعه الابتدائيه. تمام. ومعايا العجلة معايا الدال. معانا دال معروفة. يعني انت قلت لي كده انت عايزة استخدمي هذا القانون. والراجل بيقول لي ادي المسافة وادي الجسم ساقط كده. تمام؟ عايزة استخدمي ف بتساوي عين صفر نون زائد نص دال نون تربيع. بتأكد عايزة تستخدمي القانون ده ولا انا فرضته عليكي؟ لا هو ما عايز استخدمه. ما احنا جبنا في الاول من قانون العين. جبنا العين الاول. تمام. بعد كده نعمل ايه؟ بعد ما جبنا كده نعوض تعويض مباشر. عندي المسافة. عندي المسافة ايه؟ عندي المسافة ولا لا؟ عندي. بكام؟ بسبعة وثمانين واربعة من عشر. 78.4. 78.4. وعين صفر بكام؟ صفر. صفر في اي رقم مهما كان الزمن بيبقى بصفر. زائد نص في عجلة الجاذبية في نون تربيع. معايا سعيد؟ معايا خلصت. معايا؟ تمام. بعد كده هنقوله ايه؟ يبقى 9.8 على 2 فيها 4.9 بتساوي الكلام ده كده. ومنها نطلع نون تربيع بتساوي 16 ثانية. ومنها نجيب نون بتساوي جذر ال 16 طلعت ب 4. جذر ال 16 ب 4. كده انت جبت الايه؟ كده جبت ايه؟ النون. الزمن. النون. هو عاوز بقى السرعه الايه؟ عايز السرعه النهائيه، عايز السرعه لما تكون نون بكام؟ ب 4. استخدم اهو قال لي اهو اي ان الجسم يصل لسطح الارض بعد 4 ثواني من لحظه سقوطه. عايز سرعه عين بتساوي عين صفر زائد دال نون. عين بتساوي عين صفر بصفر. ها ودال بتسعة وثمانية من عشرة والزمن بكام؟ باربعة. طلعت بتسعة وثلاثين واثنين من عشرة وهي سرعة وصوله للأرض. شو الميكانيكا عايزة شوية تركيز ولا ايه؟ ها؟ الميكانيكا عايزة تركيز شوية؟ عايزة تركيز شوية. يبقى دي سرعة وصوله لإيه؟ للأرض. طيب. راجع تاني يقول لي ايه؟ أنا عايز أفهم بس. نعم؟ معلش هو حضرتك ان الكتاب اللي بتشرح منه او المذكره اللي بتشرح منها دي موجوده معانا على الجروب؟ انا بعتها لك على الجروب والله. طيب تمام. انا بعتها لك والله على الجروب. التليجرام؟ على التليجرام وعلى الجروب الواتس لغايه الان. تمام ماشي كنت خير خلاص. موجوده عندك.
يبقى عين تربيع دي بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 دال ف. خلاص طيب، يبقى عين تربيع ان هو قال لي انا عايز السرعه بقى، ها عين تربيع بتساوي 2 اللي هي دي في عجله الجاذبيه 9.8 في المسافه دي عين تربيع، الجذر التربيع بتاعها 39 وكام؟ 39.2 في المسافه الايه؟ في المسافه اللي هي 78.4. مساله ثانيه ودي الاهم، ودي الاهم، مرحله سكوت جسم داخل الارض، ودي يمكن كان بيتكلم عليها زميلتكم من ضمن المسائل اللي هي وقفت معاها. قبل ما اخش في المساله عايزك تفهم حاجات معينه، دي مسائل امتحانات. هو عنده جسم وبيسقط في الهواء على الارض، الارض دي رخوه، يعني ايه رخوه؟ رمله طينه، ها حركه فيها سهله لانها ايه؟ رخوه، رخوه يعني مالها سهله مش صلبه يعني، فالجسم ممكن يغوص فيها مسافه معينه ويقف. لما يجيب لك مساله بالشكل كده اتعامل معاها على انها مسالتين، مسالتين، مساله فوق الارض ودي تتعرض للعجله بتاعتها بدال، العجله هنا ايه؟ دال. اما الجسم داخل الجسم ده داخل داخل الارض ما اقدرش استخدم دال، لازم يبقى له عجله، لازم يبقى له ايه؟ عجله داخل الارض. دي مهمه لازم تفهمها، دي مهمه لازم تفهمها. طيب هو الراجل بيقول لي ايه؟ همشي مع واحده واحده كده، بيقول لي سقط جسم راسيا الى اسفل. طب ما هيسقط راسيا الى اسفل اهو من ارتفاع ما، ما عطانيش المسافه، نحو سطح ارض رخوه. شايف اول ما تعرف ارض رخوه افتكر كلام مستر انور بيقول لك طالما هنا ارض رخوه يبقى هنا في جيم وفوق في دال، عجله الجاذبيه دال فوق وتحت في جيم. طيب نحو سطح ارض رخوه فغاص فيها مسافه 16 سم، يبقى انا لازم اكتب بياناتي، ها المسافه دي بتاعت الارض 16 سم مش المسافه اللي فوق، مش المسافه اللي فوق. حتى سكن، عارف سكن دي يعني ايه؟ حد يعرف يا شباب؟ ليس يا سلام يعني السرعه النهائيه بصفر. برافو عليك، السرعه النهائيه بصفر، معنى جسم وقف يعني السرعه النهائيه بصفر، وانا حطيت لك تحت منها خط. دي مهمه يا مستر، كل كلمه في الميكانيكا مهمه يا باشا، كل كلمه في الميكانيكا اللي بدي لك بيها معلومه، زي كلمه سقطه عين صفر بصفر، سرعه الابتدائيه وقف، عربيه ضربت فرامل وقفت، قطر ضرب فرامل وقف، يبقى سرعته النهائيه بكام؟ بصفر. خلاص طب ده ماشي 16 سم، خلينا كده نعمل كده داخل الارض، وبعد 16 سم سكن، يعني ايه سكن بقى سعيد دلوقتي؟ عين النهائيه بصفر، عين النهائيه بصفر، الله ينور عليك. فاذا كان يتحرك داخل الارض بتقصير، تقصير ايوه يا فندم، سالب جيم، انت داخل الارض يبقى سالب جيم، خلاص منتظم قدره 8 متر كل سنه تربيع، يبقى دي عجله ولا سرعه؟ عجله طالما فيها التربيع ايه؟ يبقى دي عجلة، دي عجلة، وعطيني مسافة جوه قد ايه؟ 16. فما هو الارتفاع الذي سقط منه الجسم؟ فزورة عايز المسافة، عايز المسافة. خد بالك بقى انا هعمل ايه، هاخد كاتب لك انا هنا مش موجودة في الكتاب، كاتب لك مرحلة الغوص داخل الارض، هو قانون واحد اللي انا هستخدمه اللي هو عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف. واحد يقول لي انت جبت جيم منين؟ ما احنا مش عارف ماشيين حركه راسيه. اقول له ايوه بس ركز شويه، انا قلت لك حركه راسيه فوق الارض حاجه وجوه الارض حاجه تانية، جوه الارض سميها جيم ما تسمهاش دال. طيب تعال عوض يا باشا، انت قلت لي ليه عين النهايه بصفر؟ مش هو قال لي سكن؟
مش هو قال لي سكن؟ يبقى عين النهائية بصفر. طيب بتساوي عين صفر تربيع اهي سالب اتنين. الله خليتها سالب ليه يا مستر؟ يا ابني مش قالك بتقصير؟ مش قالك بتقصير؟ خليها سالب يا بابا اسمع كلامه. اتنين في داء في جيم العجلة دي ايه؟ 8 او 800 سنتي ماشي، عشان هو اشتغل ب16 سنتي مش هينفع يشتغل هنا متر وهنا سنتي، خلى ال 8 800 سنتي وخلى ال 16 16 سنتي، وجاب عين صفر تربيع بتساوي الرقم ضرب الاثنين في 800 في 16، وبعد كده جاب الجذر، جاب عين صفر بكام؟ ب 160 سنتيمتر. خلي بالك بقى هنا عين صفر اللي هي ايه، خلي بالك عين صفر اللي هي ايه، انت شايف العلامه الحمراء اللي انا بحركها لك دي؟ شايفها؟ قدرها الكوره، قدرها الكره، الكره لو بدات من هنا عين صفر هتوصل هنا ايه؟ عين النهائيه، صح؟ فوق الارض. عين النهائيه دي هي عين الابتدائيه بتاعه السقوط، والعكس صحيح. بمعنى يعني كده مثلا السرعه النهائيه للجسم فوق الارض، السرعه النهائية للكرة فوق الأرض، السرعة النهائية اللي هي دي اللي عند الأرض اهي، هي السرعة الابتدائية، هي السرعة الابتدائية اللي أنا ابتدي بيها ايه؟ دخول الأرض، صح ولا لأ؟ طب أنا جبت السرعة الابتدائية يبقى هي السرعة النهائية بتاعت فوق الأرض، ولذلك هتلاقي في الكتاب بيقول لك ايه؟ وهي السرعة التي يبدأ الجسم داخل الأرض الرخوة اللي هي 160، وهي في نفس الوقت في الوقت نفسه تعتبر السرعة النهائية لحركة الجسم قبل ملامسته لسطح الأرض. مهم أو أن أنت تفهم النقطة دي، ومش هنقل منها إلا لما الكل يقول لي تمام. الحتة دي مهمة، السرعة النهائية أيوة للجسم فوق الأرض هي السرعة الابتدائية للغوص داخل الارض، او السرعه الابتدائيه للغوص هي السرعه النهائيه لفوق الارض. البنات اللي معايا تمام ولا لسه يا بنات؟ يعني مفهومه الحته دي لانها مهمه قوي. هي المساله دي واقفه على النقطه دي، واقفه على نقطتين، واقفه ايه على نقطتين، واقف على ان عندي حركه هنا فوق تاخد دال، وحركه داخل جسم الارض واخده جيم. لازم افهم كده، لازم افهم كده، ما اقدرش استخدم تحت دال، ما اقدرش استخدم تحت دال ليه؟ في مقاومات في ارض، انما انت عجله الجاذبيه بتاخدها والجسم حر لما يسقط كده فوق كده تستخدم دال هنا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي عايزك تفهمها في مسائل زي دي عشان مش تحل بقى التمرين، ما انت هتقعد طول الاسبوع ده المفروض هتحل التمرين كله 27 مساله، هتقف معاك مسالتين ثلاثه ماشي الكلام، وبعدين اخد السرعه الابتدائيه في دخوله للارض تعتبر هي السرعه النهائيه للجسم فوق الارض. طيب خلصنا كده. بعدين هستخدم نفس هذا القانون بس فين بقى؟ مرحله فوق الارض قبل الغوص. مرحله فوق الارض، مرحله فوق الارض دي استخدم لها دال ولا جيم؟ دال. يا شباب ممكن تردوا عليا عشان احس ان الدنيا شغاله، يعني سعيد هو بيرد لانه سقوط حر. يا مستر سقوط حر يبقى دال. خلاص هاخد القانون اهو، هاخد القانون اهو، السرعه النهائيه بتساوي عين صفر تربيع عين صفر هي بصفر لانه سقط، سقط عين صفر بصفر. خلاص يبقى انا هقول عين تربيع. الله ما هي دي عين تربيع يا ابني، اللي هي النهائيه هنا هي الابتدائيه بتاعي سقوط الجسم داخل الجسم بتساوي صفر. زائد ولا سالب بقى؟ سالب لانه تقصير. موجب يا شيخ، تقصير هو ده نازل نحو الارض يبقى موجبه، نازل تحت الارض يبقى موجبه، تمام؟ انما لو صاعد لاعلى يبقى موجب، يبقى سالب. لو صاعد لاعلى زائد 2 دال بقى اقدر اخدها ال 800؟ دال.
لا 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 خدها 908 كيف المايك يا جماعة؟ يبقى هستخدم ايه؟ زائد 2 جيم ف. طب يا مستر انت مفترض تسميها هنا طالما هو سكوت حر سميها دال ف. برافو عليك، يبقى الكتاب غلطان، هنشيله جيم دي ونحطه دال، حطه دال وزائد ليه؟ لانه نازل ف، هو عايز ايه مني؟ عايز المسافه، عايز المسافه. اعمل ايه؟ يبقى عين تربيع دي 160 تربيع، يعني 160 في 160 على مين؟ على دي اللي هو 2 في 980. تطلع المسافة بالايه؟ تطلع المسافة بالسنتيمتر، بالسنتيمتر. بكده خلصنا ايه؟ مسألة من مسائل الامتحانات دايما بتيجي في الامتحان، حتة حتة ان هو ايه؟ يغوص في الارض. وانت هتقابلك مسائل في التمانين كده، وانت هتقابلك مسائل في التمانين كده. اتمنى ان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله لما نيجي نشتغله الناس تكون حلت كتير وتسيب القليل اللي هو يعني الافكار اللي ايه الصعبه عليكم هي اللي نحلها. نيجي بقى لاخر حاجه هناخدها النهارده وهو مثال موجود في الكتاب ومحلول، شوفوا ونمشي معاه ونشوف الراجل بيفكر ازاي عشان يبقى تفكيرنا زيه. لما يجي يقول لي كذف جسم بسرعه كذا، كذف جسم مش سقط، كذف يبقى انا مش بكذفه لاسفل، انا بكذفه لاعلى، يبقى الحركه هنا عندي مالها؟ لاعلى، الحركه لاعلى. طيب يبقى دي 19.6 متر لكل ثانيه، دي يا ترى السرعه الابتدائيه، دي ايه السرعه الابتدائيه؟ بتاخد بياناتك كده في المساله، طالما كذف يبقى دي السرعه الابتدائيه بتاعته 19.6 متر كل سنه. رأسيا الى اعلى، رأسيا الى اعلى. طيب من قمه برج، ادي البرج اهو. على فكره انت اللي بتصمم الرسم ده، انت اللي بترسمه، انت اللي بترسمه ده، ترسم اي مستطيل وتقول عليه برج، ايه المشكله يعني؟ خلاص. ارتفاع البرج ده 156.8، حاجه كده ارسم مستطيل وارتفاعه 156.8. طب الرسم ده عليه درجات؟ اه طبعا، انت بتبين لي انا وانا راجل بصحح ان انت فاهم انت بتعمل ايه، ان انت فاهم انت بتعمل ايه. طيب فبيقول لي ايه بقى اللي هو عاوزه؟ اللي هو عاوزه بيقول لي متى يصل الى سطح الارض. اه يعني هو رفعه لفوق كده وعاوز ينزل ايه للارض عند نقطه جيم بعد الزمن، وما هو مقدار سرعته عند اذن. عايز السرعه هنا هتوصل كام؟ تعال نشوف كده انا وانت الراجل ده فكر ازاي عشان يحل المساله. بيقول لي نفرض ان الف هي قمه البرج، الف ده اهي قمه البرج، خلاص خد بالك بقى، ناخذ نقطة ألف دي لقياس المسافات. يعني إيه؟ أخدها كأنها محور السينات والصادات، المسافة اللي فوق يديها موجبة والمسافة اللي تحت يديها إيه؟ سالبة. طيب والرأس إلى أعلى اتجاها موجبا، نفرض أن ب أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم، أدي ب أهي أقصى حاجة، أقصى ارتفاع يبقى عندها بكام؟ عين النهائية بصفر. ثم نعتبر الحركة من ألف إلى ب، من ألف الى ب اللي هو قذف لاعلى، تمام، ثم من ب الى ايه؟ الى ج. يعني رفعت الكره كده لميتها لفوق وبعد كده نزلت الى ايه؟ على الارض، ما نزلتليش على، ما نزلتليش على المبنى ده. طيب هنشتغل ازاي؟ بيقول لي في هذه الحاله ان عين دي عين صفر، عين صفر سرعه الابتدائية، هو في الكتاب كاتبها عين، فانت خليها لي عين صفر، تبقى تخليها عين صفر، تمام، خلي دي عين صفر كده.
تمام، اللي هو قذف بها الاعلى ب19.6 من 10 متر كل ثانيه اهي. طب وهو قذف لاعلى، ايه رايك في ده، سالبه ولا موجبه؟ سالبه، طالع لاعلى يا فندم، يبقى سالبه. حاضر، هسمع كلامك اهو. ده بتساوي سالب 980 سنتيمتر كل سنه تربيع، وطالما دي بالمتر خليها بالمتر، يبقى 9.8 من 10 ايه لكل سنه تربيع. ادي العجله بسالب 9.8 من 10. طيب بيقول لي حيث ان النقطه ج، اهي النقطه ج دي في الارض اهي، التي يصل اليها الجسم عن سطح الارض، توجد اسفل الف، اسفل الف يعني ايه؟ زي ما قلت لك هنا سين وسين شرط، اللي فوق المسافه اللي فوق دي موجبه، والمسافه اللي تحت مالها سالبه. هو قال فرض كده، فرض الفرضيه دي. طيب يبقى ف بتساوي سالب 156.8، يبقى اللي فوق الف موجب واللي تحت الف ايه؟ سالب. طيب بدا يخش بقى، يبقى لكن المسافه بتساوي عين صفر نون زائد نص د نون تربيع. تعالى ف خلاها بالسالب لانها اسفل الف، تمام، بالرقم ده عين صفر اهي، عين صفر اهي، نون مش عارف زائد نص د نون تربيع. طب ليه زائد نص؟ ليه مش هي طلعت لفوق؟ ايوه طلعت لفوق، يبقى سالب، يبقى سالب. ممكن اخليها في القانون من البدايه سالب نص د 9.8 نون تربيع، وبعدين لما يجيب المساله كده، لما تكون عنده المساله بهذا الشكل، بهذا الشكل، خد بالك دخل فيها رياضه، دخل فيها رياضه، بقت ايه؟ بقت مقدار ثلاثي، بقت مقدار ثلاثي، تمام. اللي هو ايه بقى بيساوي ايه؟ بقت ايه؟ بقت نون تربيع، بقت نون تربيع ناقص 4 نون ناقص 32. حلها بقى مقدار ثلاثي كده، يبقى نون ونون 8 في 4 ب 32، والفرق ما بينهم ها 4، 8 في 4 الفرق ما بينهم ايه؟ 4. والكبير ياخد اشارة الاوسط والتاني ياخد مخالفة، يا اما نون من هنا تساوي 8، الله اكبر الله اكبر، يا اما نون هنا بتساوي سالب 4، ودي مرفوضة. ليه يا مستر مرفوضة؟ ما عندكش زمن بالسالب، ما عندكش زمن بالسالب، عشان كده يقول لك مرفوضة. يبقى الجسم بيصل لسطح الارض بعد زمن قد ايه؟ 8 ثواني. خلاص تعالى، عايز تحسب السرعة؟ عيني قانونك اهو، عين بتساوي عين صفر زائد ايه؟ دال نون، تمام؟ طيب يبقى عين بتساوي عين صفر بتسعة وتمانية من عشرة ناقص ها دال نون. استخدم ناقص ولا زائد هنا؟ شباب هفتح المايك، سوري، البنات الشطورة، استخدم في القانون ده، انا عايز السرعة وهو نازل نحو الارض، موجب المفروض ياخد موجب ولا سالب؟ موجب بس سالب. سالب ليه؟ طيب سالب لا سالب لانه موجب نازل نحو الارض، مش اي حاجة نازلة موجبة، اي حاجة نازلة موجبة، خلاص دي غلطة في الكتاب، اي حاجة نازلة موجبة ان هو هاخده من ب لجيم، نازل اهو السهم نازل، عجلة الجاذبية اكتبيها ملحوظة عندك، اذا كان الجسم نازل نحو الارض او ساقط نحو الارض فان عجلة الجاذبية تكون موجبة، واذا كان طالع كنت مستخدمه هنا سالب، استخدمته هنا سالب لنقطة معينة ان هو هنا كان طالع، المسافة دي كان طالع، انما من ب لجيم يا فندم الزمن اللي خده 8. طيب بس هي العجلة الجاذبية وفي اثناء نزوله تبقى موجبة، يبقى دي مالها؟ موجبة، يبقى الرقم ده غلط. خلاص حتى لو موجودة في الكتاب ممكن تكون غلطة مطبعية، ممكن تكون حاجة من هذا القبيل. انا كده عندك التمارين 3 صفحات، صفحة 119 120 121، انا بعتهم على الواتس، بعتهم على الواتس وبعتهم على التليجرام، خلاص
في الحالتين دول سواء انت مشترك في الواتس او في التليجرام انت معاك صور كل الاسئله. يعني ايه الاسئله اللي هي جايه لك ان شاء الله الاسبوع الجاي هنشتغلها، بس ارجوك ساعدني ان انا صعب ان انا احل 27 مساله، لانه في مسائل تافهه، في مساله واقفه على قانون عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، اما تقول لي لا حل لي يا مستر واعطي لك العجله واعطي لك الزمن واعطي لك عين صفر، يبقى انت كده ما ذاكرتش حاجه خالص. فهيبقى 27 طبعا. إلا انا معيش كتاب يا مستر. والله عندك على الواتس يا اخويا الثلاث اسئله الثلاث صفحات بالشرح بالامثله اللي احنا حليناها. فالاسبوع اللي جاي اعمل حسابك موضوع شاق، هحل التمارين كلها، ما هو السهل. لو لقيت الناس بتقول لي حل لي كل التمارين معنى كده الناس مش شغاله، يبقى انا اسف مش هحل كل التمارين. انما انت اديني دليل انك انت اشتغلت معايا في الحركه الرئيسيه والحركه الافقيه وحليت تمارين وقريت الاسئله وعرفت يعني ايه الجسم صاعد الجسم هابط سقط جسم وهكذا. تمام. انا كده خلصت حصه النهارده، اتمنى لكم التوفيق، والحصه دي مسجله وهتنزل على التليجرام وهتنزل على الواتس وهتنزل على اليوتيوب. اتمنى مزيد من التفاعل مع قناه اليوتيوب، لان اليوتيوب بيقول لك الناس ما بداتش تتفاعل مع القناه بتاعتك واحنا يمكن نغلقها. فارجو الناس يعني لو بتستفاد ب10% حتى خش واعمل لايك او علق على الفيديو. اي استفسار مستر؟ يعني احنا هتبقى كل حاجه على التليجرام يعني؟ ان شاء الله بسمله كل حاجه هتكون على التليجرام بعد كده، بس يعني هناخد اسبوع لغايه ما ننقل الناس كلها من الواتس على التليجرام. تمام ماشي يا مستر. حد عايز يسأل؟ اتفضل يا سيد. احنا دلوقتي عملنا الرسمة للبرج تمام، لحد اقصى ارتفاع اللي هو قلب بتاع البرج ب دي ايه؟ نرجع للمسألة. حاضر. بعد اذن حضرتك انا ب دي، خد بالك هو البرج ده انت واقف فوق البرج، خلي بالك تمام، وماسك كرة وبتحدفها فوق البرج. انا فهمت كده زي من المساله، نص المساله ازاي يعني؟ فهمت كده ازاي؟ اهو خد بالك اهو، قذف جسم بسرعه، جسم خدها الكره دي واعطي لك السرعه ثاني الى اعلى من قمه برج، من قمه برج من انت واقف في قمه برج ورفعته لفوق ووصل لبيه اقصى ارتفاع، بعد كده قام نازل على جيم اللي هي الارض. متى يصل الى سطح الارض؟ يبقى هيوصل للارض. تمام. وصلت كده؟ تمام تمام تمام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.